بشير تلفزيون اليوم السابع في كل مكان، بكلم حضراتكم من محكمة جنايات الإسلام. سيد عبد العزيز، سيد عبد العزيز، أستاذ عثمان خد الصور. موجود أستاذ، موجود المجتمع. يلا أستاذ بعد إذنك. يلا أستاذ. يلا أولى جلسات محاكمة المتهم بمذبحة الإسماعيلية من داخل محكمة جنايات الإسماعيلية. بشكر حضراتكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع، لأن حضراتكم صورة للمتهم من داخل القفص. حرص دائم يقول لك صوره كويسه. هذه الواقعه اصدرت فيها العديد من احكام معاليه ومكاتب واحكام محكمه النص، ان هذه الواقعه لا يمكن من حمل الاحوال ان يتصورها منطق او عقل قانوني سليم، ان يقرر ان المتهم يقف على قارعه الطريق ويشير سلاحا ابيض اسفل احد اعمده الاناره في منطقه ليبيه او اقليميه لم يثبت لها معايير او تواجد هذه الصوره على نحو الواجب اقوال مقول ضبط القضاء، والمسافه الفاصله بينه وما بين المتهم 5 أمتار، في حين انه كان يركب سياره او يستقل سياره الشرطه. وبناء عليه يا فندم اتمثل بطلب براءه المتهم. سويلة حوالي سلمي. سويلة. المتهم بمذبحة الإسماعيلية داخل قفص الاتهام في أولى جلسات محاكمته بمحكمة جنايات الإسماعيلية. ليخرج المتهم من قفص الاتهام. خرج كده. أنا سبب هذا 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 هذا
مشاهدي التلفزيون اليوم السابع في كل مكان، أن لحضراتكم أولى جلسات محاكمة المتهم. تمسك الدفاع بعدم عقليه تصور حدوث الواقعه لاحقا بالامر. عدم عقليه الواقع. سيد الرئيس الجليل، السبيل الحديثي في رحاب عدل المحكمه المقرر حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول: ان قاضي الجنه هو القاضي الذي اجهد نفسه فتوصل الى الحق لمعرفته ثم قضى للناس. صدق رسول الله الكريم صلى الله عليه وسلم. سابقة النيابه العامه المقرره ان المتهم الذي نطلب المسؤول والدفاع عنه هذا واحرزها بقصد الاتجار. طال ورود وصف الاتجار سيد الرئيس الجليل في قيد الدعوه ووصفها يطرح سؤالا: باي دليل هذا الوصف فيه؟ وذلك لخطوره هذا القصد لخطورته ولاثره. وقد اختص المشرع في الاثار تلك الخطه تدرجا وجعل اتجاه طعناها سلما. بات وجوبيا سيد الرئيس الجليل ان تحمل الاوراق مما يؤكد على ذلك القصد. تخلو الاوراق تماما منذ بزوغ فجرها حتى غروب شمسها على ذلك القصد. خاصة لم يضبط المتهم الماسي لحظة بيع او شراء. قصد الاتجار هذا المتهم. استسمح ان اذكر نفسي في محاضر حضراتكم بان الحديث في مجال القيد والوصف ليس تسليما من الدفاع الماسي بصحة واقعة الضبط او الحيازة او الاحراز بقصد ما هو انتصاب لقانون كما علمناه من جليل احكام حضراتكم يجب علينا ابتداء اطفاء القيد والوصف الصحيحين على الواقعه محل المحاكمه ثم يلي من بعد ذلك امر المنازعه اثباتا او نفيا فيهما. اما عن التحديات التي سيق بمعرفه عون باحث سباق سلطه فايد التي لم تتوصل الى مسكن وعنوان المتهم بالتحديد التي لم تتوصل الى مهنه وعمل المتهم اذ يقرر السيد ضابط الواقعه ان المتهم الذي نشر بروميسور الدفاع عنه عاطل على خلاف ما تمسك به المتهم منذ الوهله الاولى لفكره الاحتفال هذه الدعوة وإن كان السيد ضابط الواقعة يقرر لنا بأن المتهم الناسي منذ ولادته حتى بلوغه هذا السن المسطر عن عدل المحكمة الموقرة ومصيره أمام النيابة العامة لم يربح ولم يكسب ولم يتاجر قط على خلاف ما تمسك به المتهم منذ الوهلة الأولى لفجر تحقيقات هذه الدعوة. سيما سيد الرئيس الجليل وقد خلت التحريات المطروحة عن عدل المحكمة الموقرة من تحديد مسكن وعنوان المتهم على وجه التحديد. استرق الامر محرر محضر التحريات على عوائله وعلى شمائله وقرر بان المتهم مقيم بميتا بالقوم الانقره شارع دونما ان يحدد الشارع دونما ان يحدد العماره دونما ان يحدد الدور دونما ان يحدد رقم المسكن على وجه التحديد وقال فيها احكام محكمه النقد احكاما ترسل الى ايام صلى الله الارض ومن عليها المحكمه الموقره اعلى ومعني بها سيما سيد الرئيس الكريم وما زلت ادلل لعدل المحكمه الموقره بشان التحريات أن السيد ضابط الواقعة إذ يقرر بأن المتهم على موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة على أحد عملائه، وخلت التحريات من تحديد سم العميل واحد من العملاء الذي قرر السيد ضابط الواقعة وزعم أنه يقوم بتوريد المادة المخدرة عليه. أضف إلى ذلك أستاذي ورئيسي الجليل، خلت التحريات من تحديد مصدر تحصل المتهم على المواد المخدرة. السيد ضابط الواقعة ما يجيش المتهم جاي المواد المخدرة من جاب المواد المخدره من فين؟ الله اما على اي اساس تم اصدار اذن النيابه العامه بالاضافه ان السيد ضابط الواقعه لم يكن شخصا متهم غير معلوم ليه ولم يقرر في تحقيقات النيابه العامه انه اجرى سمت مراقبات حول شخص المتهم من قريب او بعيد. اذا سيد الرئيس الجليل المتهم الناس الذي نشر بالنصول والدفاع عنه ليس من ارباب السوابق كما قرر السيد ضابط الواقعه وزعم في محضر بتحقيقات النيابه العامه وما اغرى بها المتهم منذ الوهله الاولى لفجر تحقيقات هذه الدعوه أن المتهم لا توجد لديه سمة سوابق مماثلة أو غير مماثلة، السؤال الذي يطرح نفسه على بساط عدل المحكمة الموقرة بعد الجنب كيف تعرف علي بطاهر معاون مباحث مركز سلطة فايد على شخص المتهم الناسي
وهو غير معلوم لديه، ولم يقرر بأنه أجرى عليه سمة مراقبة، ولم يقرر بأنه صاحب المصدر السري للتعرف على الشخص المتهم. إذا سيد الرئيس الجليل، وإذا تلك التحريات المطروحة على معد المحكمة الموقرة من رحم انسفاح ولكونة من رحم المشروعية الإجرائية، لذا يتمسك الدفاع الحاضر بجناب عد المحكمة الموقرة بإطلاق التحريات والعناد. بما يخص إذن النيابة العامة وإصاله لوجود المتهم بحوزة مأمور الضبط قبل إصدار إذن النيابة العامة، علمتمونا سيد الرئيس الجليل أن إذن النيابة هو سر بين الآزم والمأزوم لا يطلع عليه أحد، كون المتهم الماسي حينما يمسك من زوره الأولى لفرد تحقيقات هذه الدعوة ويقرر بموعد القبض عليه، وهو ذاك الموعد قبل تصدير إذن النيابة العامة، ولم يقتصر علم المتهم ولا دفاعه إلى تحرير الإذن النيابة العامة، لأنكم كنتم وسطرتم في أحكامكم الشريفة التي خطت بيد متواضعة قيلة عقود معقود، وقلتم بأن إذن النيابة العامة هو سر بين الآزم والمأزوم. الجلسة طبعا برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، رئيسا وعضوية مستشار ولاية محمد مجدي الطاهر، ومستشار ياسر حسني مبدول، ومستشار أحمد سير للجنب، وسكرتارية الأستاذ هيثم عيرة. يوم الجمعة إذا هي القال الأقرب للتصديق، ويؤيد ذلك سيد الرئيس الجليل التلاحق الزمني السريع للأرقام. المحكمة الموقرة أرجو منها أن يصرح بصراحة الشريف تحريات 29/5/8:30 مساء، إذن النيابة العامة 29/5/9:30 مساء، الضبط كما قرر السيد ضبط الواقعة 10:30 10 مساء. انتهت جلسة محاكمة المتهم في مذبحة الإسماعيلية، وده طبعا رول آخر وجلسة أخرى لمحاكمة متهم آخر. قاضي المستشار السيد المستشار أشرف محمد علي حسين رئيس الجلسة أكد أن نطق في الحكم على المتهم بمذبحة الإسماعيلية بعد قليل إن شاء الله. نعود مع حضراتكم في بث مباشر آخر يعني هناخد قرار رئيس المحكمة محكمة جنايات الإسماعيلية الأولى في واحدة من أهم الجلسات المتشعبة الرأي العام مؤخرا، وهي حادث قيام بذبح عامل في الخمسينات من عمره. بشكر حضراتكم مشاهدي التلفزيون في كل مكان. هنقول لحضراتكم بعد قليل قرار المحكمة بعد استمعت المحكمة لمحامي المجنى علي في هذه القضية، قضية قيام مواطن شاب بقتل مسن في احدى شوارع الاسماعيلية وفصل رأسه عن جسده. بشكر حضراتكم من محكمة جنايات الاسماعيلية اول، كنت معكم السيد فلاح، وان شاء الله اعود لحضراتكم بعد قليل لسماع قرار المحكمة في هذه القضية، قضية قيام شاب بذبح مواطن في مدينة الاسماعيلية والتي اشتهرت بمذبح الاسماعيلية. شكرا حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقرر ضرب الله سبحانه وتعالى ناسا وهو أمر